اصنعوا هذا لذكري. رحمتك يا رب طالت كل إنسان وكل الإنسان. رحمتك من فعل الخلق الأول إلى فعل التمجيد الأخير. وهالإنسان الضعيف اللي اخترته واللي يمكن كتير أوقات ما بيعرف يرحم، اخترته تيكون علامة رحمتك، يوضع إيده على راس الإنسان ويقول له باسم الرب يسوع قم وامشي، اطلع من حدودك، اطلع من ضعفك، وخلت تنجلي فيك صورة الإله اللي انت مخلوق على صورته. أعطينا يا رب نحن وعم نتأمل بسر هالاختيار، نعرف كيف عم تسكب رحمتك بضعف الإنسان، وكيف عم بتخلي الإنسان الضعيف اللي بحاجة لرحمة واللي ما بيعرف يرحم أوقات كتير، كيف عم بتخلي يكون جسر العبور تتعبر رحمتك للإنسان. سرك غريب، تتمرق اللامحدود، نقيت حدودنا وصرت واحد منا. غريب كيف عطيت الإنسان أن يكون القناة أو الجسر يلي عبره أو عبره تمرق رحمتك الأزلية السرمدية الأبدية من أبدية اللحظة لكل لحظة بزمن التاريخ. غريب حبك وغريب اختيارك، كل شي فيك غير شكل، حتى ما نبقى نحن على شكل ضعفنا، حتى مثلك نصير، يعني حتى غير شكل نصير.